بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. قد أضحى فرعون في ورطة كبيرة وحيرة عظيمة، لأن هذين الشقيقين موسى وهارون صار عليهما السلام مصدر إزعاج كبير لفرعون، وأصبحت كل كلمة من النبيين الكريمين تهز عرش فرعون وتشوش على أتباعه وتهز ثقتهم فيه. دخل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام قصر فرعون، دخل أعزلان بلا سلاح ولا حرس ولا أي شيء، ليس هناك إلا عصا موسى عليه السلام. وبالرغم من ذلك إلا إن فرعون عجز إنه يسكت أن يسكت موسى أو يسكت هارون، وعجز فرعون إنه يصرف موسى وهارون عما أرسل به. ومن شدة قلق فرعون أصبح يعني يدير حوار مع نفسه ليصل إلى حل لهذه المشكلة التي أصبحت تطبق على نفسه، والتي صارت له فجأة بين عشية وضحى. فتساءل فرعون مع نفسه، ما الذي أعجزني عن إسكاتهما وردعهما؟ فانتهى إلى أن نفسه أخبرته بأنه السحر. إن موسى هكذا قال فرعون لنفسه وأملت نفسه عليه، إن موسى ده ساحر كبير ولا يقهر السحر إلا بالسحر. فرجع تاني يقول لقومه مجددا عشان يحس القوم على إنهم يعنوه يتخذوا قرار أو يعنوه برأي خرجوا من الورطة الكبيرة اللي بقى فيها. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ حرض فرعون قومه على موسى بهذا القول الخبيث اللي قلنا قبل كده إنه هذا القول
يعلم فرعون جيدا أن هذا القول حيؤدي إلى أن يثور القوم خشية وخوف على أرضهم مصر. والمسألة دي زي ما قلنا مسألة دقيقة للمصريين، فأشاروا على فرعون بأنه يؤخر أمر هذين الرجلين اللي هم موسى وهارون، يعني أنه ما ياخدش قرار، ما يتعجلش بقرار دلوقتي. وقالوا له زي ما حكى القرآن الكريم، قالوا أرجه وأخاه، ما تتسرعش بقرار، انتظر شوي حتى يجمع السحرة. واقترحوا عليه كمان كما ذكر لنا القرآن الكريم، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. واعتقدوا أنهم إذا واجهوا موسى بالسحر، يعني واجهوه بسحر مثل ما اعتقدوا أن موسى اللي معاه ده سحر مش آيات ومعجزات، إن هيكون وإن يكون ده المواجهة دي من مجموعة عظيمة من السحرة، وإن هم يتغلبوا عليه بعد كده مش هيبقى له أثر ويبطلوا ما جاء به، يعني هكذا ظنوا واعتقدوا. وبالفعل أرسل فرعون في طلب موسى، ولما جاءه موسى قال له فرعون كما قص علينا القرآن الكريم، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. اتهم فرعون موسى بأمرين أخطر من بعض. أول، عشان طبعا يحرض القوم على سيدنا موسى، اتهموا بأنه يريد أنه هو يخرجهم من مصر وأنه يحتل الأرض بالسحر. والحق أن سيدنا موسى لا يريد إلا إخراج قومه من بني إسرائيل، يخرجهم من عبودية فرعون وإذلاله وظلمه ليهم، وكمان يقدر أو يقدروا بني إسرائيل إن هم يتحركوا بحرية مع نبيهم موسى. يبدو إنه فرعون كان عامل لهم زي إقامة جبرية، ما حدش يتحرك ولا يروح ولا يجي من بني إسرائيل، وبيستعملهم وبيستخدمهم وبيستعبدهم وكل شيء. فسيدنا موسى عايز يحررهم من فرعون ويخرج بيهم، وكان ده طلب سيدنا موسى من فرعون في أول لقاء كان ما بينهم. فقال له هو وهارون عليهما السلام كما ذكر ذلك لنا القرآن الكريم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه. والاتهام الثاني الخطير اللي اتهموا فرعون لسيدنا موسى، إنه اتهموا بأنه ساحر، اتهموا بالسحر عشان يوهم الناس بأنه موسى ده ساحر، يعني مش نبي مرسل، وأنه لم يرسله الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يظهر على يد موسى من هذه الأمور الخارقة ليست بمعجزات ولا آيات، إنما ده من السحر، لأنه ده ساحر عليم زي ما وصفه وحاشاه عليه السلام. وطلب فرعون من موسى إنه يحدد ليهم وقت للاجتماع أو للقاء، ويكون لقاء كبير، على إنه لا يخلف أي منهم الموعد المحدد. والحقيقة إن فرعون المكذب بنبوة موسى لم يكن يشعر من ظلام قلبه أنه يعد فخا لنفسه بيديه. مش بيعد الفخ ده لسيدنا موسى، لا، ده هو بيعده لنفسه كما ظن هو وحاشيته. وذلك لما قال فرعون لموسى فلنأتينك بسحر مثله، وطلب منه قال له فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فترك فرعون لموسى تحديد يوم وساعة اللقاء المرتقب ده. ففكر سيدنا موسى بروية وتروي، واختار يوم محدد، لكن مش يوم عادي في حياة المصريين، يوم مشهور من أيام المصريين، وكان عيد معروف ليهم، وهو يوم بيتزينون به. وحدد لهم كمان موسى ساعة اللقاء، وهي ضحى ذلك اليوم، يوم الزينة. وكان المصريون يلبسون في هذا اليوم أحلى أنواع الملابس والثياب، ويتجملوا بأرقى وأجمل أنواع الزينة، لأنه اليوم ده كان عند المصريين من أعظم أعيادهم.
فقال موسى لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يبقى اليوم بتاعنا، يعني حدد موسى ذلك اليوم وتلكم الساعة وقتا للمبارزة والتحدي عشان يظهر الحق ويزهق الباطل أمام الناس الحاضرين جميعا، ويشيع كمان ده في كل مكان بظهور معجزته للناس. ثم خرج موسى من قصر فرعون وكل ثقة بنصر الله تعالى. خرج من قصر فرعون وكان أمام فرعون يكثر من ذكر ربه ذكرا كثيرا، وأثناء خروجه يكثر من ذكر ربه ذكرا كثيرا امتثالا لأمر ربه ولا تنيا في ذكري، وكان الأمر لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. أما فرعون انصرف بقى عازم على إنه يجمع السحر، وأرسل في جميع المدائن المصرية ليأتوا بالسحرة من كل مكان في مصر، فجاءوا بجمهور عظيم من السحر. قال الله تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني هم كانوا واثقين كده من نفسهم وبيسألوا فرعون عن العطاء اللي حيديه لهم أو اللي حيصرفوا ليهم حينما يغلبون أو يتغلبوا على موسى، قائلين له: هل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل؟ فأجابهم فرعون قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. مش بس حديكوا عطايا وأموال، ده أنتوا كمان حتكونوا أصحاب مكانة وقدر عندي. وهكذا اجتمع السحرة عند فرعون، وكانوا حوالي 72 ساحر، مع كل ساحر منهم حبال وعصي وأدوات. وأقام ليهم فرعون الولائم، وأعد ليهم كل حاجة هم يطمحوا إليها وكل حاجة هم بيطلبوه. كل ده كان استعداد للقاء موسى يوم الزينة، ظانين جميعاً حتمية الفوز على موسى عليه السلام. ولكن الله تعالى ناصر عبديه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا سيدنا محمد الصلاة والسلام. وصدق الله تعالى القائل: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.
أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وأهلا بسائر مشاهدينا في كل مكان. نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا. بنستقبل أسئلة السادة المشاهدين عليها، الإجابة بتكون من خلال الشاشة وليس من خلال أي صفحات، فأرجو شدة الحذر من سائر الصفحات المزيفة والمنسوبة إلي زورا وبهتانا لا علاقة لي بها مطلقا. الإجابة من خلال الشاشة، وإحنا مخصصين يوم للرد على أسئلة حضراتكم، هو يوم الأربع من كل أسبوع. بنلتقي وحضراتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. من السبت للثلاث بنكون مع حضراتكم في شريف ورحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء، وقدر الطاقة بحاول إن أنا أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. وناخد أول سؤال معنا النهاردة يا أستاذة فرح. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي يا استاذه. انا كنت اتصلت حضرتك قبل كده وقلت لك ان انا حملي دعت عليا وحضرتك قلت الحكم. انا دلوقتي عاوزه حضرتك توضحي لي، انا بالنسبه لي اخرج من المصيبه اللي انا فيها دي ازاي؟ انا مش عارفه اخرج خالص، من كل شويه من سيء لأسوأ. انا عايشه في ظلام انا وولادي. اللي هي دعت عليكوا، فكريني بس، انا فاكره بس مش فاكره دعت ان دعت على ابنها واولاده يعني. ربنا. طب انتوا طيبتوا خاطرها ولا حاجه؟ بس سنين بتعدي وما فيش اللي في القلوب الله الاعلم دي، بس نفس الموضوع اللي احنا فيه من سيء لأسوأ. لا ان شاء الله، خلي عندك حسن ظن في الله. انا عايزه بس تدعي لي ربنا يفك الكرب. حاضر، ربنا يفك الكرب. قولي لي. وربنا يفتح لنا ابواب الرزق. امين 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 اجمعين. ان شاء الله ان شاء الله بتيسير الله، خلي عندك حسن ظن في الله. حاضر. استاذه هناء، وبعدين اسمك فرح والاستاذه هناء هي اسمها هناء، ان شاء الله ابشري خيرا يعني. يا استاذه هناء، عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. انا بعت لحضرتك في مكه، الحمد لله، بعت لي لولادك بصلاح الحال ولحضرتك. يعني من اول ما دخلت مكه كاني قصادي، سبحان الله. الحمد لله والله. ربنا يجازيكي خيرا ولك مثله وفوقه، اللهم امين. انت غاليه، انت غاليه، الله يعزك، الله يعزك. بقول لحضرتك انا كنت بقعد في الحرم من صلاه الفجر لغايه الشروق، تمام. فجيت اقوم اصلي الساعه 7، وهم كاتبين الشروق من 7 ل 27 دقيقه في الحرم. فجيت اقوم اصلي فلقيت اخت كانت قاعده جنبي كده، فقالت لي انت بتصلي ايه؟ بقول لها بصلي الشروق. قالت لي مفيش حاجه اسمها الشروق، انت تستني اسمها الضحى بس مش دلوقتي، ربنا نهى عن الصلاه بعد الفجر. قلت لها طب ما احنا قاعدين لسبعة وتلت. قالت لي برضو ما ينفعش. فأنا مش عارفة، هو ده مش احنا بنقول لما بنصلي الفجر ونقعد للشروق بتكتب لنا مثلا عمرة؟ حاضر حاضر، على حد علمي. حاضر. فمش عارفة هو فعلا في فرق بين الشروق؟ طب وامتى صلي؟ هي يعني هي في نظرها ان كان الشروق خلاص حان وقته، فعشان كده بتقول لك. قالت لي ما فيش صلاة دلوقتي. فقالت لي في حاجة اسمها الضحى مش الشروق، ده أول سؤال. حاضر. معلش سؤال تاني، انا كنت ابني كان بيصلي وانا يعني كنت بقع في الطرقه، فانا وانا بقع بصوت فابني خرج من الصلاه عشان يقومني يعني. فعايز اعرف ايه المواقف اللي المفروض الواحد ما يخرجش من الصلاه ويخرج من الصلاه امتى؟ يعني هو كده هو طبعا عادي الصلاه، فانا حبيت اعرف هو عشان بعد كده لو حصل حاجه اقول لهم مثلا ما تخرجوش من الصلاه، ولا ده طبيعي؟ يعني عايزه اعرف برضه يعني. حاضر حاضر، انا فهمت حضرتك تقصدي ايه. شكرا ست هناء. استاذه نعيمه، استاذه نعيمه. الو الو. ايوه يا فندم اتفضلي. ايوه يا دكتوره معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحتي، انا حفيدي مخاصم جده له شهرين. ليه كده؟ الحفيد ده قد ايه؟ عنده 12 سنة، يعني في سنة 6. ده كتكوت يعني.
مخاصم جده مرة واحدة. ايوه. طب يعني ليه؟ يعني ايه السبب؟ احنا جيران، احنا جيران، وفي رمضان بنفطر طول رمضان سوا. فانا جبته قلت له يا عادل لازم تكلم جدك ونفطروا سوا وتتكلموا وتبوس على ايده وكده وتسامحه، هو بيضربه لمصلحته عشان يصلي يعني، وعشان ما يعملش اي مشاكل بيضربه لمصلحته. بيضربه ازاي يعني؟ يعني عشان يقومه يعني بيضربه على طول؟ على طول يعني ضرب شديد؟ ده اللي اقصد، ازاي يعني ضرب شديد يعني ولا ضرب معقول؟ يعني ثلاثة كده ولا حاجة يعني. هو مقيم مع والده ووالدته يعني معاكم؟ مقيم مع والده ووالدته، بس احنا يعني مع بعض في جيران، فبيجي عندنا وكده. محدش مأثر عليه منهم يعني؟ ده قراره كده مع نفسه؟ قراره مع نفسه كده، وجده كمان ما بيكلمهوش، زعلان منه فما عادش بيجي. يمكن هو مش عاجبه الاسلوب والطريقه، يمكن هو شخصيته شويه محتاجه نفهمها عشان نعرف نتعامل معاها صح. ده ضروري برضو يا ست نعيمه عشان يبقى الصلح قائم على ايه، نفهم المشكله فيها ايه ونحلها مظبوط. هرد على حضرتك. استاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه ايمان. بقول لحضرتك انا دلوقتي منفصله تمام، وابني مع والده، فطبعا والده عمال يقول له عليا يعني اجزر الكلام، عايز يحرمه مني خالص وعايز ياخده مني خالص، ومش عايزه ولا يجيلي ولا اشوفه ولا يقعد معايا، وحتى ارقامه يغيرها وكل حاجه، فانا مش عارفه اعمل ايه. انت حضرتك متزوجه ولا ايه؟ لا انا دلوقتي لا. طب هو قاعد معاه ازاي يعني؟ هو كام سنه يعني؟ هو اخده مني، قال لي شرط الانفصال ان هو ابني هاخده. كتبته يعني ورق بكده ولا ده اتفاق قولي؟ لا اتفاق كده مفيش ورق. انا قلت له ان انا حضنه وكده، قال لي لا انا ابني هاخده، ابني انا اللي هربيه وانا اللي هاخده. وانتي كنت عايزه ابنك معاكي ولا عايزاه معاه؟ لا انا قلت ان ابني انا يبقى معايا لحد لما يوصل سنه ونشوف يعني هو في الاخر هيبقى مع مين. قال لا انا هاخده واخده غصب، واخده ان هو لا يعني لو يدرع، اللي هو بقى عشان خاطر يعني ماليش حد وكده، فهو بقى اخده لو يدرع اللي هو ابني معايا. وانت كنت شايفه ان طب انت هو بيعمل كده عشان انت طلبتي الطلاق؟ هو ما كانش عايز يطلقك؟ لا هو ما كانش عايز انفصال، بس انا طلبت الانفصال لعدم حقوقي منه خالص. هو ما كانش يعني كان مشاكل كتير ما بيني وما بينه، فوصلت في الاخر اللي هو خلاص بقى طاقتي خلصت، فطلبت منه الانفصال. ايوه بس انت يعني انت دلوقتي انا مش بقى يعني مش بتدخل في قرارك، لكن بفكر معاكي بصوت عالي. انت كده القرار ده يعني ما انت هتعاني اكتر يعني. كنا وقفنا الصغير ده على رجليه وبعد كده خدنا القرار باريحيه. والله انا يعني ابني انا ربيته، وهو اصلا يعني مش سامع باباه، يعني هو باباه مهما يقول له عليا هو مستمعه، لان هو ابني. ايوه بس يعني هو ابنك دلوقتي في ضغط نفسي، هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا مش بتكلم على فكره ابني يعني عارف ان انا بذلت الجهد وان انا الام اللي كنت الرؤوم بالنسبه له او الحنونه، لكن هو في النهايه متشتت ما بينكم انتوا الاثنين، فانتوا حاطينه في وضع نفسي مش تمام خالص. لا هو معايا يعني، هو بيجي لي ومعايا وبنتكلم وعلى طول انا معاه في حياته وكل حاجه وبيقعد معايا، بس هو لفتره هو بيقول له لا، يعني هو عمال يقول له من الناحيه الثانيه مش هينفع تبقى معايا كده. حاضر يا ايمان، حاضر هقول لك تعملي ايه، وبس هنطلع الفصل. بعد الفصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. فرح كانت بتسال ان حماتها كدعت عليهم قبل كده وهم في كرب مش عارفين يخرجوا منه، برغم ان هم يعني استسمحوها وطلبوا السماح منها وانها يعني ترضى عنهم وكل حاجه،
طبعا احنا اتكلمنا على انه الانسان لا يدعو لا على نفسه ولا على اولادي ولا على اي شيء، يعني احنا اتمنى الا يستعمل سلاح الدعاء هذا الاستعمال الخاطئ، لان الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء. بالنسبه لك يا فرح دايما لما تروحوا لها وكده وادعي لنا يا ماما وكده بفك الكرب بسعه الرزق وكل اللي نفسك فيه، وربنا ان شاء الله يعني يرضي قلبها وترضى عنكم وينطقها بالذي هو خير لكم دائما ابدا. وعليك بالاكثار من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وكذلك كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتماس الدعاء في أوقات القبول عقب الصلوات في الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر في الأماكن الشريفة في الأوقات الشريفة والأزمنة الشريفة في الأحوال الشريفة من سجود، كثرة الدعاء بما تريدين، ونصبر ونحتسب ويبقى عندنا حسن ظن في الله تعالى. أستاذة هناء بتقول إن هي كانت في الحرم وصلت في وقت، فواحدة قالت لها أنا بتقول لها أنت بتصلي إيه دلوقتي ما فيش صلاة دلوقتي، فبتقول لها بصلي صلاة الشروق. هو يعني بتكون صلاة أو وقت الضحى ده بيكون من يعني بعد الشروق بحوالي شروق الشمس بحوالي تلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بحوالي برضو تلت ساعة، ولعلك صليتي في الوقت اللي هو ما ينفعش فيه تصلي زي ما هي قالت لك، ولا صلاة دون سبب في أوقات الكراهة يا صاحبة السؤال. وهي ما فيش حاجة اسمها صلاة الشروق، إنما ده الوقت ده أو إحنا بنعمل وقت الشروق أو بنستعمل هذه الكلمة لأنها دالة على معنى، وهو بالنسبة لنا بقى خلاص بدأ إنه خرج وقت الفجر يا صاحبة السؤال، يعني دلالة على خروج وقت الفجر. بالنسبة بقى للسؤال الثاني، إن ابن حضرتك شاف حضرتك بتقعي أو بيغمى عليكي وهو أثناء الصلاة فقطع الصلاة لإنقاذك، بلا شك اللي عمله ده سليم جدا، ونص السادة الفقهاء على إن إنقاذ الإنسان والسعي لنجدة شخص من الأعذار التي تقطع أو تقطع بسببها الصلاة أو يقطع بسببها المصلي الصلاة المفروضة لاستنقاذ الإنسان، فاللي عمله ابنك سليم وما فيش أي مشكلة. الأستاذة نعيمة حفيدها مخاصم جده حفيدها 12 سنة بتقول احنا دايما بنفطر مع بعض في رمضان، هو مش راضي يروح يفطر معاهم وزعلان من جده جدا لانه بيضربه عشان يصلي، واخد القرار ده بقول لها حد مأثر عليه؟ قالت لي لا هو القرار ده واخده مع نفسه. طبعا هو صغير وده وقت بداية بقى المراهقة 12 سنة فما فوق بقى، وهو يبدو انه محتاج التوجيه والإرشاد بلطف وبوعي. بوعي يعني ان احنا نبقى مدركين المرحلة الحرجة في عمره، وبالتالي يبقى أسلوبنا معاه تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب، وبرضو أدرس إيه الوسيلة والأسلوب المناسب بالنسبة له. مش كل الأولاد زي بعض في طريقة التوجيه والتربية، فزي ما أنا بنصح الولد إنه يروح يكلم ويصالح جده، برضو لازم أنصح الجد بإنه أسلوبه يجمع فيه بين الترغيب والترهيب، ولا يكون كل الأسلوب ترهيب، ولا يكون بالضرب المطلق، ولا يكون بالإهانة، ولا يكون بالسب، عشان أنا برجو خيرا فأصنع ذلك بشر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة عشان كمان ما يقتصش مننا يوم القيامة، وربنا يصلح الأحوال. وحاولي تكلمي معاه مرة تانية. لو ظل الابن أو هذا الحفيد يعني على هذا العناد الشديد، يمكن ان احنا نراجع متخصص في تعديل سلوك الاطفال، وده علم مهم جدا، واحنا كل حاجه بنسعى لايجاد حلول ليها في مختلف الوان حياتنا لابد ان يكون مبدا الطريق بالعلم. نسال الله السلامه والتوفيق وهدايه هذا الصغير. ايمان منفصله عن الزوج، وشرطه كان للموافقه على الانفصال ان هو ياخد الابن منها. الابن بيزورها أحيانا، لكنه في كثير من الأوقات بيشوش على الابن بأنه يخطئ في حق الأم أو أنه يتكلم عنها كلام مش منضبط قدامه، فهي بتزعل من هذا الوضع. طبعا هذا خطأ شرع، خطأ شرعي كبير، حتى خطأ يعني من جهة الشرع. وحتى في مسألة التوجيه والتربية إحنا بنجعل الابن فريسة بين صراعاتي أنا وطليقي، ده كلام مش صح أبدا. والابن ده أنا بحوش فيه سلبيات كتير هحصدها عند الكبر،
فهذه الطريقة مش ناجحة، فلابد من توسيط العقلاء والكبراء والحكماء في العيلة والأصدقاء بأنه يتكلموا مع الأب، إن هو كده بيفسد الصفاء النفسي لهذا الصغير، وإن دي ليست طريقة طيبة عشان تضغط بيها على الأم اللي هي يعني مشيت من أسلوب معين منه أو بسببه طلبت الطلاق واضطرت إنها تديله الابن. دي نقطة مهمة جدا. ناس العقلاء الحكماء يدخلوا يتكلموا معاه، إذا ما كانش بيسمعك برضو أنت تحاولي بأسلوب طيب ولطيف تفهميه إنه هذه الطريقة تفسد الصفاء والسلام النفسي لهذا الصغير، وحينفجر فيكم انتوا الاثنين عند الكبر. حاجة تانية هقولها لك، لو إن ينفع تاني ترجع المياه لمجاريها وترجعي لحياتك إلى إنك توقفي ابنك ده على رجليه، فأنا ده ما أفضله، لأن الانفصال في السن الصغيرة دي والأطفال تبقى بقى في حلبة الصراع بينك وبين الأب، يعني إحنا بنفسد الناحية النفسية لهؤلاء الصغار. فلو أمكن إن أنا أرجع ونستبقي حبل الود والحياة الزوجية إلى حين إنه لعل الله يصلح أمر هذا الزوج وما بقاش أنا تسرعت بهذا القرار وأفسدت الحالة النفسية لهذا الصغير، أتمنى إنك تدرسي هذا القرار وتستشيري وتستخيري، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعينك. لو احتجتي في نهاية المطاف رفع الأمر للقاضي فلا مانع، لك هذا الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. معنا وقت نجاوب ست أم أحمد. ست أم أحمد كانت تركت سؤالها أول امبارح، تقول ما معنى جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله؟ يعني أن يكون جزاؤه صلى الله عليه وسلم على قدره عليه الصلاة والسلام، وقدر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم لا حد له عند الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ضارعين راجين سائلين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا
سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.